دون ما يتم المساس لا بالأجور ولا بالرواتب ولا الموازنة الاستثمارية. القرارات من ضمنها خفض التمثيل الخارجي في بعثات الوزارات بنسبة 50% عشان نستفيد من كوادر الخارجية وننجز بيها عمل البعثات دي. رئيس الوزراء بيقول ترشيد الإنفاق الحكومي جاي في إطار الحرص على أن الجهاز الحكومي يكون مثال يحتذى به في مراعاة الظرف الاقتصادي، وبيطالب أننا نرفع كفاءة الأداء الحكومي ونسرع في تنفيذ برامج ومشروعات وخطط الوزارات في موعدها والأولوية لاستكمال المشروعات المتأخرة. يعني معنى الكلام ده إيه؟ الجدية. هنحاول نعمل اي حاجة من اللي بيقول مهندس شريف اسماعيل ده بدون جدية مش هيحصل، لا هننجز مشروعات متأخرة ولا الاداء هيبقى احسن ولا الاداء هيبقى اقوى ولا اللي ممكن يعمله 10 ممكن يعمله 2 ولا اي حاجة من الكلام ده كله. بدون الجدية في التعامل مع كل امور حياتنا الحياة مش هتمشي ولا ممكن انها تمشي بالطريقة اللي بنتمناها. الدنيا مش بالامنيات، الدنيا بالشغل، والشغل يعني ان انت تبقى جاد كده في اللي انت داخل تعمله وتعمله صح وقاعد ومذاكر له ومستعد له وداخل عليه، يا اما ملوش لازمه. ملوش لازمه. النهارده المصري اليوم بتنقل عن مسؤول حكومي مجهول كالعاده بيقول ان مصر هتاخد 2.5 مليار دولار، ودي الشريحة الاولانية من قرض ال 12 مليار بتاع صندوق النقد خلال 15 يوم بعد ما مصر استوفت كل الاجراءات المطلوبة. ليه ايه؟ دخلنا اخر تمويل لل 6 مليار دولار اللي كان متفق مع الصندوق اننا نوفرها من تمويلات دولية ثنائية. كلام سيادة المسؤول المجهول للمصري اليوم بيعتبر تكذيب واضح وصريح لكلام رئيس الوزراء الأسبوع اللي فات لما المهندس شريف قال إن قرض الصندوق مش بيشترط الستة مليار دولار. أنا علقت عليه الأسبوع اللي فات فما فيش داعي إن أنا أعلق عليه تاني الأسبوع ده. المسؤول الحكومي المجهول قال للمصري اليوم إن الستة مليار دولار اللي نفاهم المهندس شريف اسماعيل الاسبوع اللي فات فيهم تمويل صيني بقرض اتفقت عليه جهة رفيعة المستوى وتولى متابعته البنك المركزي. المصدر اللي برضه مجهول